تمام. النهارده هنتعلم ازاي نلحم اللحام الصحيح. الكوه تبقى في ايدينا ناحيه اليمين، وشريط اللحام في ايدينا ناحيه الشمال. كل اللي هعمله ده انا هنزل في زاويه 45 على الجزء المراد لحامه واسخن النقطه. تمام، وانزل بيه شريط اللحام كده على الايه، على النقطه. خلصت اطلع لفوق. ده دي فيها صعوبة، ده اسمه الحام ايه، نقطة تاني هنا اقف اهو، تقف تحت او فوق مش هتفرق. خلاص انا اقف بزاوية كده، زاوية 45، اهم شيء تقف بزاوية 45. حط شريط اللحام اهو، خلصت تطلع لفوق. يا مازن شوف انت بتقلك على ايه. اه لازم طبعا مصور، ما تنش حاجه مصور خلاص. طبعا هو لو فرد صح، يعني عشان السلك ده مفرود، فاللحام داخل ما بين السلك والسلك، فاللحمين في بعض. لو لاحظت هنا هتلاقي ده مش مفرود كويس، اللي هو السلك ده، السلك اللي جاي بالطول مفرود ايه كويس. تعال نشوف نقطه مثلا ديت ايه مفروده كويس اهي. سخن كده مدة ثانيتين، واطلع لفوق. طول ما انت فرد السلك كويس هيطلع لك لحام نقطة كويس جدا. شوف، عشان هنا فرد السلك كويس فاللحام طالع كويس، هنا هيبقى في مشكلة شوية في اللحام. نكمل هنا نفس الكلام بقى. اهم شيء تبقى واقف بزاويه 45. مش فانا واقف ازاي؟ السلك في الناحيه الثانيه اللي هو شريط اللحام اهو، وانزل اهو خلاص، واطلع لفوق بس هنا علشان طب انا فاهم في الحاجات دي ولا لا؟ بس ما تتعبش خلاص، عشان بس شريط اللحام ايه صغير. ممكن تعمل زوم عليها بقى ايه، شوف شكلها عامل ازاي. هات بس هات شريط كبير طويل اهو، نقف عند النقطه ديت اهو. هنا مفيش زاويه، ازاي واقف بزاويه اهو؟ لا ده مش عامل مش مشكلة. ماشي، أنا بتكلم بقى على طريقة اللحام دلوقتي، أنا بشرح طريقة اللحام. أقف في زاوية 45 وأنزل. هو هنا السلك ما يعني في تحت الورق، والحته اللي زميلك قال عليها المفروض يبقى فيه ايه زي دي كده، في جاب كده هنا، ما هوش عامل، عشان كده مهما اعمل مش هتمسك. انت فاهمني اللي هو ده لسه قال عليها دلوقتي. نجرب اخر نقطه بقى اهي، دي هتعوز لحم كتير. في فرق ما بين السلوك. طبعا المفروض تبقى فارد ظهره. هو انا اعرف منين بقى ان هات لحم كويس؟ وحضرتك انا بحرك الزيرو، بحرك الزيرو مع الكاوية كده. تمام، انا اعرف منين هات لحم كويس.